رسول الله خطوة سلام عليك سيدي يا رسول الله خطوة سلام عليك سيدي يا رسول الله يا محمد بالنسبه للموسم هو تتدرب كباقي المواسم في المغرب وباقي الزوايا المغاربيه تابعه للمولاي ابراهيم احتفاء بالمولد النبوي الشريف التي يبدا من ليله المولد النبوي وتستمر الى 7 ايام تكون فيه امداح واذكار وتوسلات وتقرا فيه كتاب الشفاء للخزيعيه وتختمه الفقيه العلامة إمام مسجد المسجد العتيق وعضو مجلس العلم قلنا تيستمر 7 أيام بهذه الطريقة الروحية الصوفية الدينية وتتختم نهار السبع بنحر هذيك الناقة كنجيو كنوقفو مع هذيك النحرة تنحوها وتيحضرو الناس كلهم فرحين ناشطين ضاحكين بخير على خير الحمد لله والأمر كتخرج بخير وعلى خير الوقت اللي تنسالي وتنديرو الدعاء لسيدنا كندرو الدعاء للمسؤولين كلهم ديال الشعب وكنطلب الله تعالى يوفق الخير وكنطلب الله تعالى يجعلنا كل عام بخير وعلى خير ويحفظ سيدنا ويعاونوا ويخرجوا مروا بخير ويحفظوا خويا العهد مولاي الحسن ومولاي الرشيد والشرف ولله على خديجه والاسره الملكيه مولاي ابراهيم فهو مشهور في العالم ماشي في المغرب واللي يطلب الله اللي يطلب يجي شي حاجه كنطلب الله يقضيها ليه ان الله اللي كيعطي سيد ربي اللي تيفرح وسيد ربي اللي تيبلغ المقاصد وتيح لي الشرف نجيب هاد الهديه لهاد الوالي الصالح تنجي لي وانا عندي 9 سنين وهادي عامين وانا جبت له هاد الهديه هادي وتنتشرف نجيبها وهاد العام عتقتها ما بغيتهاش تذبح في هذيك البلاصه علاش؟ لان جمهور كثير جاب الله السلطات والمسائل يعني وقفات تبارك الله ما شاء الله وحيدنا من الكوارث ولا شي حاجه توقع علينا موت شي حد لا توقع شي حاجه والناس فوق السوار غير غدبح هذيك الذبيحه وغيشوفوا الدم كل شيء غادي يهجم العاده ديال الشرفه هي هذه فيما كانت شي مناسبه كيوقفوا كيكونوا تيقراوا كيدعيوا وكيكونوا المسائل لله الحمد لله والشكر بكل هدوء واحترام وتقدير وكنديروا اسمو تيقراوا دلائل الخيرات والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والامداح النبويه والقران الكريم وكنختموا بالقران الكريم